هذا هو المدخل الرئيسي للشلالة الددن على بلاصة التذاكر التذكرة شحال دايرة تقدر تشوفو معايا التذكرة دايرها 5 ليرة يلاه باش نمشيو دونك العملية بسيطة كيف تشيكينا اهو احنا نزلنا تخمم يعني ما يقدس بالبرود انا عما سيدي ما تقول ايه وري كاسر بزاف بزاف معايا بارك الله يوزع لا لا بزاف واو اميزين ما شاء الله واو بارك الله استعجل ما شاء الله شلالة جدا ما شاء الله هاي غادي والله ما عرفت بحالي بحالكم انا تنكتشف حتى نتوما تكتشفوا معايا المكان وقيلا هنا لتحت ديال الشلال منين جاي زين شي غزال غزال شي غزال واه نحس بواحد البرود انا ما سيزي الناس يديرو هنا البيروكي سعر الدخول يعني رخيص صراحة الله 5 ليرة بحال قلتي تقريبا 11 درهم 12 درهم تقريبا شوف هاد الشلال دابا غادي نطلعو نشوفو مع هاد المغارة هادي ما شاء الله ميمكنش دز من هنا هانتوما شوفو معايا ميمكنش دز إلا ما تقدرتش هانتوما هاهو أيوا أيوا أش هو هادشي هادي هانتوما تتسركلو معايا فا حدا بيكم شو هذا منين زرت كيبان من هنايا اوف اوف شوك غزال يلاه نمشيو نطلعو الله هنا مغارة هادي صح فين غادي بيا خويا فين غادي بيا ايوا يا اخويا
الدنيا تقطر هنا يا اللي بغينا ندوزو هنا خويا حلو هيا شتي الله يلا بدينا اه كما يمكن ان نرى مغاره تصميم هذا هو المنبع بارك الله ما شاء الله سلف نتمنى لكم عجبكم الفلوق صراحة طلب الله مسكة الحياة لأنه مكان رائع جدا ومن الأماكن السياحية المعروفة في أنطاليا لا تنسوش اللي عجبكم الفلوق لايك 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 بارطاجو وعليوا لي لي كومنتير طلعوا لي فراسكم بي.